إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا ذكرنا في وصية نوح عليه السلام أنه دعا ابنه وأوصاه الوصية الأخيرة قبل أن يموت، فقال: أوصيك، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نهاه عن الشرك والكبر، وكنا في آخر المحاضرة كنا ذكرنا الكبر والحديث التي تنص على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، وأن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال له: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق وغمط الناس بدا جليا واضحا في قصة قارون، ولذلك قلت أنني سأذكر قارون نموذجا للكبر بشقيه الاثنين: بطر الحق أن يرد الحق على أهله، وغمط الناس أي احتقار الناس، وهذا ما فعله قارون كما سنعلم من قصته، كما قصها علينا ربنا تبارك وتعالى في سورة القصص. قال عز من قائل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى، من قوم موسى تشير إلى أن قارون لم يكن غنيا في مبدأ أمره، كان من الناس، من أفناء الناس، لا ذكر له ولا نباهة، كان من قوم موسى. فبغى عليهم، ثم ذكر تبارك وتعالى لماذا بغى عليهم. بغى عليهم أي ظلمهم وتكبر عليهم وعلى عليهم. قال تعالى: وآتيناه من الكنوز، هو ده سبب البغي، كما قال تبارك وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل إنسان غني عنده آلة الاستغناء تكاد تظهر فيه آفة البطر والطغيان لمستغني. وربنا تبارك وتعالى الغني الحميد مستغن عن عباده
بقوته وغناه وصفاته لا يحتاج إلى أحد. كذلك الغني بأمواله مستغن عن الناس، بمعنى لا يطلب حاجة من أحد. ليه؟ لأنه بماله يسخر الناس لحاجته، وده سبب الطغيان. فده وآتيناه من الكنوز كأنه تعليل لماذا بغى عليهم، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ده سؤال: الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ إذا كان المعنى بهذا السؤال يبقى صار قبيحا جدا أن يعني يطغى. ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك بالله حتى تجاوزت حدوده فلم تفعل ما أمرك به وفعلت ما نهاك عنه؟ ما الذي غرك به؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وده يستلزم الجحود ولا يستلزم الشكر؟ فهنا ربنا تبارك وتعالى يبين لماذا طغى. قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح اللي جمع مفتاح يعني، لتنوء بالعصبة، لتنوء أي لا يقوم إلا بثقل ومشقة. شوف لما يكون شايل حاجة تقيلة جدا يحاول أن يرفعها بمشقة بالغة. مفاتيح الكنوز العصبة أولو القوة لا يستطيعون حملها إلا بمشقة. لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذا كانت دي المفاتيح فكيف كانت كنوزه؟ إذ قال له قومه: لا تفرح. لا تفرح الفرح البغي والطغيان، كما قال تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا بالحياة الدنيا اللي هو الفرح الطغيان الذي أهلكهم وأنساهم ما لله تبارك وتعالى من الحق عليهم. ففرح الطغيان هو ده المقصود، لا تفرح فرح طغيان وبغي. وإلا الفرح بنعمة الله تبارك وتعالى وبالحمد هذا شيء يعني محمود، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا احنا بنعرف الفرح ده فرح طغيان ولا فرح بشكر النعمة من السياق. وعندنا قاعدة مهمة جدا اسمها: السياق من المقيدات. السياق يقيد المعنى. إذ قال له قومه: لا تفرح. طب كلمة لا تفرح جاءت بإيه؟ بعد بغى عليهم. يبقى لازم تفهم إن الفرح ده إنما هو فرح بغي. السياق بيقول لك كده، فما تجيش تنسى السياق وتفسر تفسيرا آخر لهذه القاعدة التي أنا قلتها. السياق من المقيدات للمعنى، أدي معنى الكلام. يعني مثلا في قصة النملة وسليمان عليه السلام، النملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم يعني سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها. طب التبسم ده من سليمان كان غضب إن النملة اللي هي قد كده قالت هذا الكلام: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي حطمكم يعني وهم لا يشعرون. طب ده تبسم إيه؟ ما هو التبسم على نوعين: تبسم فرح وتبسم غضب. تبسم الغضب كما في حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك ودخل المسجد، فجاء المعذرون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك للنبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون إليه،
فكان ممن جاء ليعتذر إليه كعب بن مالك. يقول كعب لما دخل المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ قلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا بعرف أخرج منها زي الشعر بن عجيب، وأنا رجل عندي جدل وعندي كلام وأقدر أقنع أي حد بأي حاجة، لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، ولكن لو حدثتك حديثا ترضى به عني، وهو كذب يعني، يوشك الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا حديث يعني الحق يعني تجد به علي إني لأرض فيه عقب الله. قال: قم حتى يحكم الله فيك. الشاهد قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب. إذن في تبسم مغضب اللي احنا بنقول عليها الضحكة الصفرة دي، يقول لك ضحك ضحكة صفرة، إيه اللي خلاها صفرة يعني؟ زعلان، لأن أنت عارف العين لها ضي لا يستطيع أبلغ الناس أن يصفه، هي اللي بتبين الإنسان فرحان ولا حزين، ضي العين، واخد بالك؟ ولذلك الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل بالعمى لا تستطيع أن تعرف من وجهه الأول وهلة إذا كان يعني غاضبا أو فرحا، العين اللي بتبين القصة دي ليه؟ لأن العين جاسوس القلب وطليعته، هي اللي بتنقل للقلب على طول الأحداث، وبتنقل للقلب الانطباعات، والقلب بقى هو اللي بيقول لك ده كذا وده كذا. فالأسد مثلا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، يعني مش مجرد ما شفت أسنانه يبقى بيضحك لك، ها؟ ففي تبسم مغضب أهو في حديث كعب بن مالك، وفي تبسم فرح. الملوك عادة لا يتحملون الإساءة، ليه؟ لأنه لابس الملك وهو بيكلمك، زي أي حد غني لابس الفلوس وهو بيكلمك، وأنت لو صاحب نظر دقيق تعرف القصة دي. الملوك معروف من سيرة الملوك في الدنيا كلها لا يقبلون إلا أرفع الكلام وأحسنه، ما فيش واحد يدخل يقول للملك إيه الهباب اللي أنت بتعمله ده، ده معناه رقبته تطير على طول، ده زمان يعني النطع والسيف على طول، لكن كانوا يخاطبونهم بما يناسب الملك. طب سليمان عليه السلام كان يتحكم في رقاب الإنس والجن والطير، فلما نملة قد كده هو تقول لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، طب يا ترى سليمان تبسمه تبسم مغضب ولا تبسم شكر أو رضا؟ كلمة ضاحكا هي اللي بيّت لنا أن بيّنت لنا أنه تبسم رضا، ضاحكا لو مش موجودة لاختلف المفسرون في التبسم، أهو تبسم مغضب ولا تبسم رضا؟ لأن الضحك عادة لا يكون إلا عن رضا، ولذلك جاءت كلمة ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها، ففهمنا من كلمة ضاحكا أنه كان تبسم رضا مش غضبان من النملة أنها قالت هكذا. يبقى السياق من المقيدات ولا لا؟ السياق من المقيدات. إحنا بنقول عندنا السكوت علامة الرضا، الكلام ده ليس على إطلاقه، السكوت علامة الرضا في حالة ما إذا جاء لابنتك البكر رجل يتزوجها وانت عرضت الرجل على البنت، قلت لها يا ابنتي في ان في واحد جاء يخطبك ورجل على دين واخلاق والى اخره والكلام دوت، والبنت عندها حياء بكر، لان انت عارف الحياء ملازم للبكارة، فإذا زالت البكارة زال الحياء،
وإذاك ترى المرأة المتزوجة يمكن أن تتكلم بكلام يستحيل البكر يتكلم به، لأن البكارة مربوطة دائما بالحياء. فبتقول يا ابنتي في واحد جاي يتقدم وإلى آخره الكلام ده، تبص البيت اتكسفت وحطت وشها في الأرض وشها أحمر وبتاعه الكلام ده وسكتت. السكوت هنا علامة رضا، يعني يجوز لولي الأمر إذا عرض رجل على ابنته البكر وسكتت ولم تتكلم يجوز له أن يزوجها لهذا الرجل. وفي هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، البكر تستأذن وإذنها صماتها، وفي الرواية الثانية سكوتها. يبقى السكوت هنا علامة إيه؟ علامة رضا. طب السكوت مش علامة رضا، إيه الدليل على كده؟ حديث في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته جميعا، وطبعا حفصة بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمع بقى أن حفصة طلقت، جمع ثيابه عليه ونزل إلى حفصة فوجدها تبكي، قال ألم أقل لك لا تستكثريه وسليني ما بدا لك، ما تقوليليش حاجة، لا تطلبي منه شيئا، الشيء اللي انت عايزاه أنا أقوم به لكن لا تطلبي منه شيئا، وأنا حذرتك قبل كده. وفي بعض الروايات قال عمر لها ولولاي لطلقك، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فعلا في مرة من المرات، وجاءه جبريل عليه السلام فقال له إن ربك يأمرك أن ترجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على حفصة رضي الله عنها وقال أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري. فعمر لم يتحمل فذهب إلى المسجد فوجد عند المسجد رهطا يبكون. شوف بقى الصحابة ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، طب الجماعة من الصحابة دول عند المنبر لماذا يبكون؟ ده لو واحد ولو بنت واحد منهم طلقت ما بكى عليها، لأن بكاء الرجال صعب جدا، بكاء الرجال يعتبر مصيبة محنة كبيرة. المرأة تبكي نعم دموعها ما تعرفش في زرار كده بتكوا عليه الدموع تنزل على طول، إنما يبكي الرجل ما صعب قوي الرجل يبكي الحقيقة. فقال عمر فلما دخلت المسجد وجدت عند المنبر رهطا يبكون. لماذا يبكون؟ يبكون لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم، لأن اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أشيع أنه طلق نساءه دخل حجرة في المسجد وأوقف عليها غلامه رباح، إن ما فيش حد يدخل عليه. طيب رباح واقفا على الباب، قال عمر فذهبت إلى رباح فقلت له استأذن لعمر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال ذكرتك له فصمت. قال عمر فذهبت فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، مش مستحمل يعني، فقمت فأتيت رباحا فقلت له استأذن لعمر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فذهبت فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فذهبت إلى رباح قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. قال فخرجت إلى باب المسجد عشان يطلع خلص يمشي خلص. قال فلما وصلت إلى باب المسجد ناداني رباح وقال قد أذن لك. الشاهد ذكرتك له فصمت، هل فهم منها عمر أنه أذن له؟
لا، يبقى السكوت هنا علامة إيه؟ علامة رضا؟ لا، مش علامة رضا. لو كان علامة رضا كان دخل عمر، لكن عمر فهم منها إني مش مأذون له، ولذلك في الآخر قال أذن لك. إيه اللي عرفنا بقى إن السكوت مش علامة رضا؟ السياق. إذن نطلع النهاردة بقاعدة مهمة: السياق من المقيدات للمعنى. أي حاجة تحتمل معنيين، معنى جيد أو معنى رديء أو معنيين على أي حال، يعني تنظر إلى السياق الذي وضعت فيه الكلمة اللي بتحتمل معنيين. هل السياق يفيد المعنى ده ولا يفيد المعنى ده؟ حتى لا يقع المرء في الغلط في التأويل. تمام؟ نرجع بقى للقصة بتاعتنا. إذ قال له قومه لا تفرح، مش معناها إن الفرح وحش أو إن الفرح مذموم، ده أنا هفهم كلمة لا تفرح مع كلمة بغى عليهم، يبقى لا تفرح الفرح ده فرح بغي وفرح طغيان وفرح علو. تمام؟ زي ما في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. طبعا يفرحوا، طبعا، لأن فيه فضل الله وفيه رحمة الله، والإنسان إذا أصابه فضل الله ورحمة الله فلا بد أن يفرح طبعا. ولذلك قال هو خير، أي هذا الفرح، مما يجمعون من الأموال ومن العرض ومن أي حاجة. كونك تفرح بفضل الله عليك أنه وهبك الإسلام، لأن الإسلام ده أكبر نعمة أنعم الله بها على إنسان، ليس هناك نعمة تفوق الإسلام. وتأمل أن الكافر الذي يموت كافرا يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لن يخرج منها إطلاقا إطلاقا. وشوف أخف رجل في جهنم يعذب أبو طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس، قال يا رسول الله إن العباس إن أبا طالب كان يحوطك وكان يدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ هو في النار خلاص، دخل النار، هل وهو في النار أنت نفعته بشيء؟ قال نعم، أخرجته من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح فيها. الضحضاح اللي هو الماء القليل اللي لما تقف فيه يغطي القدم بتاعك ويغطي اللي هو لحد العظم الناتئ فوق القدم، ده اسمه ضحضاح، يعني شيء قليل، يعني قدم أبي طالب لحد العظم الناتئ ده في النار، القدم بس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: توضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جمرتان يغلي منهما دماغه، ده أخف واحد في جهنم، ما فيش أخف منه. الإسلام الذي يموت على الإسلام مهما أتى من المعاصي ما قالوا في النهاية إلى الجنة، لكن يفضل الزمن انتهى بعد ما يذبح الموت بين الجنة والنار، انتهى معنى الزمن، ما عادش فيه زمن، حاجة اسمها الأبد. فتخيل واحد كافر يبقى في النار أبد الآبرين ودهر الداهرين، فيش خروج أبداً. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يموتنا. قال إنكم ماكثون، مفيش موت، قاعدين. يبقى الإسلام أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على إنسان. مهما فاتك من النعم، عشت فقيرا ومريضا والكلام ده، إذا رزقك الله عز وجل الشكر يبقى قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا،
هو خير مما يجمعون. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فرح البغي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. شو بقى الوعظ كيف يكون؟ أمروه بأشياء بعد ما حذروه من فرح البغي والطغيان. قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. 5. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما كلمة ما إذا لقيتها في أي جملة تفيد العموم، دي من صيغ العموم. ما ومن والأسماء الموصولة، الذي والذين والتي والتين واللائي قصدي، وكل وجميع ومعاشر، العموم له صيغ. تمام. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طالما قلنا ما من صيغ العموم أي تشمل كل شيء، كأنما قالوا له: ابتغ في كل ما آتاك الله الدار الآخرة، بأنك أنت تعمل الصالحات وعينك تطل على الآخرة، ده اللي بيسهل عليك الإنفاق، ده اللي بيسهل عليك الإنفاق، إن عينك مش هنا، عينك هناك، تطل على الدار الآخرة وما فيها من النعم. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عائشة رضي الله عنها أن توزع ذبيحة من الذبائح، فعائشة رضي الله عنها وزعتها كلها، ثم أبقت ذراع الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام. ذراع الشاه الرجل الأمامية. طب الرجل الأمامية فيها لحمة؟ جايز الجاموسة مثلا ولا البقرة ولا بتاع، الرجل الأمامية فيها، لكن الشاه اللي قد كده اهو، رجلها يعني قد كده اهو، أبقت الشاه دي النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتتبع اللحم بأسنانه من على عظم الذراع. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وزعت اللحم؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. يعني وزعت كل الشاه ما عدا الذراع بس. قال لها إيه بقى؟ قال لها: بل بقيت كلها إلا ذراعه. بقيت أي لك عند الله، لأن أنت طلعتها صدقة، والصدقة دي أنت بتحطها في رصيدك. وأنا عايز أقول إن كثير من الناس يغفل عن هذا، قليل الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، كل ما تكلمه له فلوسي، أنت معك جنيه تسوى جنيه، معك ريال تسوى ريال، يعني لسان يوزن بماله. مالي مالي، أنا معايا فلوس فأنا وزني فلوس. فقال له: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ أهو ده المال، يتأكل به، يتلبس به، يتداوى به، يتتصدق به. طب والباقي للورثة. كلمة فأبقيت، أي حاجة بتتصدق بها توضع في رصيدك أنت لوحدك، ما تتركه من مال يبقى للورثة. الذين لا يحمدونك ولا يذكرونك، والمال ده كله اللي هم بيرعوا فيه بتاعك أنت.
لما نروح لباب الصدقة اللي هو حسابك الخاص، طب ما تتعامل يا أخي في القصة دي زي حساب البنك. هو أنت لما يكون عندك مال بتروح تحطه في حساب أخوك ولا بتحطه في حسابك أنت؟ تضع في حسابك ليس في حساب غيرك. فتصدقت فأبقيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عينه هنا تطل على الآخرة، بل بقيت كلها إلا ذراعها. فهم هنا يأمرونه بأن يبتغي في كل عمله الدار الآخرة. واحد يقول طب ما هو قارون اللي كان عنده الفلوس بس، ودي تعتبر حاجة خاصة، فإزاي ما بقت للعموم؟ وإنما نصحوه في ماله. أقول لك هنا إن العلماء وإن قالوا ذلك فأحياناً العموم يأتي ويراد به الخصوص. إزاي؟ زي إيه مثلاً؟ معلش أنا بحاول في يعني دروسي إن أصول يعني قواعد الأصول الفقه يعني أنثرها في أثناء الكلام، علشان الكلام اللي بقوله يعتبر مثال على القاعدة. أنا لو قلت لك القاعدة ولو أمثل لها هتنساها، لكن لو ذكرت القاعدة وذكرت لها مثالا يفضل المثال في دماغك والقاعدة في دماغك برضو. العموم زي ما أنا قلت لكم له صيغ، ما ومن والأسماء الموصولة، لما تلاقي الذين والذي واللاتي وتلاقي الألف واللام اللي بتدخل على الاسم ده من العموم برضو، من صيغ العموم، ودي اللي أنا هستخدمها دلوقتي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إيه معنى الناس هنا؟ هل كل الناس؟ إلا كل الناس قاطبة على اختلاف ديانتهم، ولا الناس هنا مخصوصة بناس معينين؟ طبعا واضح جدا الناس كلهم، لأن ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، وهو بعث للناس جميعا، لم يبعث للعرب لوحده. قل يا أيها الناس، يبقى الناس هنا اسم جنس محلى بالألف واللام، صح كده؟ الناس، وأنا قلت لكم الألف واللام من صيغ العموم، يبقى الناس هنا للعموم. ويؤكد هذا قوله جميعا، وجميع من صيغ العموم، يبقى التقى عمومان في آية. ده من أقوى صيغ العموم، اتنين عموم في آية. يبقى الآية أن الناس هنا تفيد العموم، عموم الخلق. طيب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الناس هنا على عموم الخلق ولا لخصوص المسلمين؟ هو الحج لمين؟ ما هو للمسلمين بس. طب الناس هنا عامة يراد بها الخصوص ولا لا؟ يراد بها الخصوص. أحيانا العام يأتي بمعنى الخصوص. طب إيه اللي عرفني إن هنا بمعنى العموم وهنا بمعنى الخصوص؟ القاعدة اللي قلناها من شوية، السياق من المقيدات. أهو يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك. خلاص دي تؤكد إيه؟ وأذن في الناس بالحج، أنها لإيه؟ أنها لخصوص المسلمين. فممكن العموم
يأتي على عمومه، وقد يأتي معناه بمعنى الخصوص. فلو حملنا وابتغي فيما، اللي هي من صيغ العموم، آتاك الله الدار الآخرة، لو حملناها على الخصوص تمشي، نقول هذا عام يراد به الخصوص. يبقى خاطبوه في خصوص المال الذي يملكه، ما كانش عنده غير المال، وإنما بغى عليهم بالمال الذي ذكره الله تبارك وتعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تمام. فأول نصيحة قالوا له: قد أعطاك الله هذا، فالتمس مكانك في الدار الآخرة بالمال. هذه أول حاجة، لكن تقيلة قوي على الأغنياء إنك تقول له هات فلوسك وتصدق بيها والآخر. لا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال مش عموم الخير، ها؟ وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم بسنه 100 سنة ويشب منه خصلتان. يبقى شباب في حاجتين، مع انه مكحكح اهوت وماشي كده اهو، ها، لكن تلاقيه شباب في حاجتين: في حب المال وحب الحياه، مش عايز يموت مع انه بلغ 100 سنة. ومن بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة، ما عندوش أي حاجة بس بقول آه آه. تمام. فده بلغ 80 سنة، 100 سنة شبطان بقى في الدنيا وشبطان في الفلوس. إلا لما يكون دي غريزة عند ابن آدم، غريزة حاجة كده مخلوق بيها زي الصفات الجبلية، يا يكون عصبي، يا يكون حليم، يا يكون حار، يا يكون بارد، حاجات جبلية مخلوق بيها، من الأشياء المخلوق بيها في بني آدم جميعا محبة المال. طب لما يكون واحد غريزة فيه يحب الفلوس وعنده فلوس خصيصة، واحد حكى لي يعني عن عمه، كان عنده فلوس كثيرة جدا وحطتها في صناديق، كل ليلة يفتح صناديق ويعد الفلوس، هو عارف الصندوق ده فيه مثلا 500,000، وهو اللي قفل الصندوق بالمفتاح والمفتاح في ايده، والصندوق ده فيه كمان 500,000 وده 500,000، كل ليله يطلع الفلوس ويقعد يعد، فرحان بالفلوس، هيموت على الفلوس، ها. فده غريزه. لما يكون واحد غريزته كده تقول له هات الفلوس بتاعتك صدقه، ممكن يوافقك؟ لا. فهم تداركوا الحكايه دي، فقالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما بقولكش هات فلوسك لله، أنا بقولك اتمتع برضو، ها، معاك فلوس تمتع بالحلال، عايز تركب بورش اركب، عايز تركب أفخم حاجة في الدنيا اركب، مضاد للرصاص اركب، مفيش أي مشكلة، عايز تتعشى في باريس وتتغدى في لندن ماشي، ما هو كل ده بالحلال أهو، ما هوش معصية يعني تروح تتغدى في باريس وتتعشى في لندن، ها؟ إيه العيب اللي فيها يعني؟ مفيش أي مشكلة طالما بالإيه؟ طالما بالحلال. تمام؟ بعد ما تعطي حق الله في المال تمتع يا عم. ده أرجح التفسيرات في ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض علماء التفسير قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا الكفن، هو ده نصيبك من الدنيا فعلا بعد ما الإنسان يموت وعنده الأموال الطائلة. إيه اللي خده من الدنيا؟ الكافة.
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قال له ثلاثة أخلاء، لابن آدم ثلاثة أخلاء، أصحاب يعني، أهله وماله وعمله، فواحد لا يخرج خلفه، ما يطلعش يمشي وراه ورا النعش حتى عشان يودعه، وهو ماله. والخل الثاني يصحبه إلى قبره وهو أهله. والخل الثالث وهو عمله، ده اللي بيدخل معه القبر. فالمال حتى ما بيمشيش وراك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الخلق أول مرة ده كان إيه؟ نازل عريان من بطن أمك، كذلك هتمشي عريان منها، يدوبك ملفوف بالكفن. فالكفن ده هو من فلوسك، من مالك، هو ده نصيبك من الدنيا. لكن هذا المعنى غير مقصود في قصة قارون، لأن الذين دعوا قارون كانوا علماء، واضح جدا أنهم كانوا علماء وكانوا فقهاء النفس، عارف من الذي يخاطبه، ده قارون الذي بغى عليهم واستطال بالغنى، هذا هو قارون. فطبعا بيقولوا له: لا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك دعوة الأغنياء غير دعوة الفقراء. إذا أردت أن تدعو الأغنياء إلى الله، إياك أن تقول لهم: اخرجوا من أموالكم، لن يتبعوك إطلاقا. لكن قل لهم كما قال قوم قارون له: أنت عندك مال اكتسبته من حلال أو حرام، أنا ماليش دعوة، لا أناقشك من أين أتيت بالمال، لكن أنت عندك مال، سأقول لك: تمتع بمالك في الحلال المباح، لكن إياك أن ترتكب به معاصي الله، كل مباح لك افعله، ماشي الحال، لكن لا تنسى يا أخي نصيب، لا تنسى الصدقة، لا تنسى ما يقربك إلى الآخرة. فدعوة الأغنياء غير دعوة الفقراء. وأنا أحتاج أن أنا يعني هذا المعنى بالذات أبسط الكلام فيه، ليه؟ لأنه مهم جدا. وأنا رأيت من بعض يعني إخواني الدعاء أنهم لا يفرقون بين دعوة الأغنياء ودعوة الفقراء. كان بعض الأغنياء يدعون بعض إخواني اللي هم يعني يرون أن دعوة الأغنياء فيها خير كبير جدا، لأن الرجل إذا كان غنيا وكان تقيا الفقراء بينتفعوا بأمواله، فكانوا يرون هذا، وكانوا يذهبون إلى قصور هؤلاء الأغنياء أو الفيلل بتاعتهم الكلام ده ويعقدوا مجالس. فكان مما قاله لي صاحبي أنه يعني تكلم في الزهد، وذكر قصة سفيان الثوري والفضيل بن عياض والجماعة اللي خرجوا من أموالهم والكلام ده. فقلت له: لا، ما ينبغي أن تقول هذا في هذا المكان، لكن في هذا المكان لا تحضه على أن يخرج من ماله. ساعات بعض الأغنياء يسخن يسخن يسخن، يطلع كثير من أمواله ثم يندم بعد ذلك على هذا، إنه سخن وطلع فلوسه فيندم، فقلبه يقسو أو يصير حذرا من دعوة المشايخ. أول ما يقول له الشيخ فلان بيدعوك، يقول: آه، ما فلان دعاني وسخنت وطلعت كل فلوسي، فأنا هروح له هسخن هطلع البقية البقية، فما يرضاش يقابله. فعشان كده يعني في أصول الدعوة أريد أن أضع بعض القواعد في أصول الدعوة، وأن تفرق بين دعوة الأغنياء ودعوة الفقراء. ماذا تقول لهؤلاء وماذا تقول لهؤلاء؟ ولعلنا إن شاء الله نستكمل هذا في المحاضرة
القادمة بإذن الله تعالى. يبقى الدور على بعض الأسئلة التي أتتني من المشاهدين الذين يرون أو يتابعونني في المحاضرات. أسئلة حقيقة يعني مهمة، وأنا أردت يعني أن أجيب عن أسئلة المشاهدين عشان برضو يعني أتفاعل معهم كما هم يتفاعلون معي. يقول سائل: كيف أعرف أو أميز الحديث الضعيف من الحديث الصحيح، وكيف أعرف درجة الحديث؟ طبعاً الكلام ده كله بعد دراسة علم الحديث، وأنت الإنسان ليس عنده دراية بعلم الحديث لا يستطيع طبيعة الحال أن يفرق بين الصحيح والضعيف، زي الرجل الجوهرجي إذا لم يكن متيناً ما يعرفش يفرق ما بين الذهب الفلصو والذهب الحقيقي. الذهب الحقيقي بيبص فقط له، يبص له بس يقول لك ده حقيقي ولا فلصو على طول. ده بسبب إيه؟ بسبب علم قديم وخبرة طويلة. الأطباء مثلا ممكن الطبيب ينظر إلى واحد من غير ما يكشف عليه يعرف ده مريض بإيه من وجهه ومن عينه. ده جت منين؟ جت من كثرة الممارسة، إن الوش ده والشكل ده عادة يومئ إلى المرض الفلاني. فكذلك أي صاحب صنعة في الدنيا ممارس ممارسة طويلة يستطيع في محل عمله أن يفرق بين هذا وهذا، أو يعرف الفرق بين هذا وهذا. فعشان كده أقول لأخينا يعني تابعنا في دروس علم الحديث إن شاء الله، وإذا كنت من المحبين لهذا العلم والمتابعين والمذاكرين لهذا العلم إن شاء الله لن ينتهي درسنا في علم الحديث إلا وقد عرفت كيف تميز بين أنواع الحديث، بين صحيحه وحسنه وضعيفه وموضوعه إلى آخره، والله أعلم. يقول: شخص يصلي ويصوم ويسب الله ورسوله ويؤذي زوجته وأولاده ولا يطعمهم ولا يكسوهم، هل يحجر عليه؟ ده خرج من الملة، هذا ليس بمسلم. أجمع كل العلماء كما قال إسحاق بن راهوي، ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، نقل كلام إسحاق بن راهوي وهو إمام كبير من أئمة العلم في الفقه والحديث، وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وكان ينظر به وشهد له الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق ابن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. إسحاق كان أمة واحدة، لدرجة أنه من علمه وفقهه استقل فقه الشافعي. تخيل، يعني إسحاق وأحمد بن حنبل كانوا يحضرون مجلس سفيان بن عيينة، سفيان شيخهم، فجأة إسحاق ينظر في المجلس لم يرى أحمد بن حنبل. طب تعرف كان في زمان عمود ويجلس الشيخ إلى العمود، عشان كده يقول لك أستاذ عمود. كان في المسجد أعمدة أسطوانات، يعني كان كل شيخ يقعد جنب عمود وحوله الطلبة بتوعه، والشيخ تاني جنب العمود التاني، وكان ده مشهور في الجامع الأزهر عندنا، جنب العمود تلاقي شيخ والطلبة بتوعه. فسفيان بن عيينة جنب العمود والطلبة حواليه، من ضمن الطلبة اللي بيجلسوا إسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وآخرون يعني. فإسحاق بيبص في الحلقة ملاش أحمد بن حنبل، فبيبص كده لقى الشافعي عند عمود وأحمد بن حنبل قاعد معاه، فعاتبه في ذلك، قال: تترك سفيان بن عيينة
وتجلس إلى هذا الشاب الذي هو من أسناننا، ده قد نفس السن، إنما سفيان شيخنا كلنا، وده تقريبا يعني أنت أكبر منك بكم سنة يعني يعتبر أقران يعني. قال له أحمد: أسكت، إذا فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. شوف الإمام أحمد وشفوف نظر الإمام أحمد، بيقول له إسحاق سفيان بن عيينة بيقول لنا يا حديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فأنت بتقول حدثنا سفيان بن عيينة. افترض يا أخي إنك أنت رحت وحضرت مجلس الشافعي وفاتك حديث من سفيان، ما أنت هتقول حدثني فلان صاحبك اللي كان حاضر، حدثني فلان عن سفيان، يبقى بقى بينه وبين سفيان كام؟ واحد، يبقى نزل درجة ولا لا؟ هو كان مول حدثنا سفيان على طول، منه لسفيان، لما قال حدثنا قتيبة عن سفيان يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة، ده اسمه النزول، تمام؟ أحمد بن حنبل بيقول له لو فاتك حديث بعلو أنت هتقول حدثنا سفيان مباشرة، أدركته بنزول، هتاخد الحديث برضه بس هتنزل درجة، إيه الإشكال يعني؟ لكن الفتى ده إن فاتك عقله أخشى ألا تجد هذا العقل، وقد كان. ندم إسحاق بن راهوي أنه لم يصاحب الشافعي واشترى كتب الشافعي بدنانير كثيرة بعد وفاة الشافعي. فإسحاق ده يعني حاجة فخمة قوي جدا يعني. الذي نقل الإجماع إسحاق، قال: من سب الله كفر، ومن سب نبيه كفر. مش كلام إسحاق اللي جاي ده، ومن سب الدين كفر. في بعض الناس قال لك لا، اللي يسب الدين ما يكفرش. ليه يا مولانا؟ قال لك لأنه ساعات يقصد الشخص نفسه، أخلاق الشخص، أخلاق الشخص، فلما يسب دينه يعني بيسب الشخص نفسه وأخلاقه وتعامله معاه، هو يسب الدين إلا إذا كان زعلان، لازم يكون زعلان ومتنرفع عشان يسب الدين، فكأنه بيقول له أخلاقك. فقال لك ما يكفرش وقال يسب الدين، احنا بنقول له لا، أقوى قرينة على إن سب الدين كفر إن اللي بيسب الدين بيجي لك يقول لك رجع لي ديني. رجع لي ديني ليه؟ هو دينك راح فين؟ يقصد الدين، عشان كده يظن أنه كفر فيرجع يقول لك رجع لي ديني، بيروح المشايخ يعني، يا ما ناس قولي أنا شخصيا يعني يقول لك رجع لي ديني، يعني أرجع له أخلي يستغفر وبتاع الكلام عشان دينه يرجع له. أي حد بيسيب الدين بيرجع يقول لك كده. لكن الإجماع على أن من سب الله كفر، من سب النبي كفر. ليه يا جماعة؟ لأن السب معناه التنقيص، وتعظيم الله لا يحتاج إلى علم، وتعظيم النبي لا يحتاج إلى علم، عشان كده لا يعذر بالجهل من سب الله ورسوله، لأن في ناس بيعذروا بالجهل في الحتة دي. العذر بالجهل ده قول السلف، لكن مش في دول. ليه؟ لأن كما قلت لكم تعظيم الله عز وجل لا يحتاج إلى علم، مش لازم يدرس إن ربنا عظيم أو إن ربنا مختلف في عظمته، واحد يعرف والتاني ما يعرفش. الكل مجمع على أن الذي يسب الله عز وجل كافر. فيه نكتة بقى: من سب الله عز وجل يستتاب، يستتاب يقال له تب، فإن تاب وإلا كفر
ولو في حكم إسلامي القاضي يقتله، يأمر بقتله. طب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المذهب الراجح لا يستتاب ويقتل. فواحد يقول لك طيب يعني من أعظم، الله تبارك وتعالى ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الجواب معروف. طب إزاي يبقى ربنا عز وجل ويستتاب الساب، وإزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستتاب الساب؟ ده يستتاب وإن لم يتب يقتل، وده لا يستتاب أصلا حتى وإن تاب يقتل، ولا تقبل توبته من القاضي يقتل برضه. ليه؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلو سبه جميع الخلق لا يلحقه نقص، إنما السب عند بني آدم معرة تضر الساب، لكن ربنا لا، ما فيش حد يعرف يضره، ولو سبه الخلق جميعا لا يضره، وتبقى أسماؤه حسنى وصفاته علا. إنما بنو آدم السب معرة عندهم. طب لماذا لا تقبل توبة من يسب الرسول؟ قال لك لأنه قد يقول تبت ثم يسب، تبت ويسب، يرجع في توبته ويسب. مع عمر بن أبي عز الشاعر اللي كان بيشبب بنساء المسلمين ويشتم النبي، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا محمد كن خير آخذ آخر مرة، فتركه. ثاني مرة سبه مسكه، قال لي يا محمد كن خير آخذ آخر مرة، سابه. فقريش شجعته وقالت له احنا هنصرف على اولادك بعدك ومش عارفين، اشتم بس. فشتم فامسكه فقال محمد كن خير آخذ، قال والله لا ادعك تمشي في طرقات مكه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وامر بقتله. فسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، وهو بشر من البشر، يؤذيه ما يؤذي بنو آدم، كما قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وكان يتأذى عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. فعشان كده العلماء قالوا لا يستتاب، يقتل على طول، بخلاف من سب الله تبارك وتعالى كما قلت لكم. عشان يعني نجاوب على سؤال واحد عشان الوقت، هل يجوز تكفير المبتدع مع العلم أنه يعبد القبور ويقول إنه يقربه إلى الله ويحتج بالآية ابتغوا إليه الوسيلة؟ طبعا لو سلمت بهذا الكلام أن رجلا يعبد القبور هذا خارج من الملة، خارج من الملة، لكن عادة بعض السائلين يعبرون بأكثر من الواقع. يعني الرجل مثلا يذهب إلى القبور، إلى مثلا الحسين والسيدة وعبد القادر الجيلاني ومش عارفين الكلام ده، ويظنون فيه البركة. طبعا هذا لا يحل، لأن هذا من الشرك العملي، من الشرك العملي، فيبقى فعله كفر، لكن هو لا يكفر إلا إذا أقمنا عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. عشان كده يا جماعة هناك فرق بين أن أقول قال كلام الكفر أو هذا الرجل فعل فعل الكفر. مش معنى أن أنا قلت فعل فعل الكفر يعني كافر، خلي بالك من الكلام ده، في ناس لا يفرقون في الألفاظ، هناك فرق. قد يرتكب الرجل، يعمل الرجل عمل الكفر ولا يكفر، زي عمار بن ياسر لما عذبه المشركون وقالوا له سب محمدا ونحن نتركك، قال كيف أسبه؟ قالوا قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون، فقال كما قال من شدة العذاب فتركوه. فلما برد جلده
ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا أمروني بكيت وكيت وكيت. قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا إلى سبي، إن أخذوك تاني وأمروك بسبي فسب، طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. طب سب الرسول ما حنسب إنه الكفر، يبقى العمل قد يكون عمل كفر لكن فاعله لا يكفر. ليه؟ لأنه لا يعتقد ذلك بقلبه. يعني أي واحد بيطوف بالقبور، هل لو قلت له الحسين يحيي ويميت ومش عارف ايه وتصرف له العبادة، يقول لك لا ده ربنا الذي يحيي ويميت ومش عارف ايه الكلام. فهم لا يعرفون إلا توحيد الربوبية العالم دول، وتوحيد الربوبية وحده لا يدخل أحدا في دين الإسلام، لأن قريشا كانوا يعترفون بالله ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهم كانوا يعتقدون أن الله ربا، ما شارك الله أحدا، ما شارك الله عز وجل أحد في خلق السماوات والأرض. لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا ألوهية الله التي تتعلق بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، فكفروا. فلما يجي واحد يطوف حول القبور تقول له أنت تعتقد أن المقبور يحيي ويميت، يقول لك لا، يرزق ومش عارف، يقول لك لا، يقول لك خلاص ما هو موحد، أو لا مش موحد، ده واحد توحيد الربوبية اللي المشركين كانوا بيوحدوه. فلذلك قلنا إن الطواف بالقبور شرك، لكن الطائف بالقبر لا نكفره حتى نعلمه، نعذره بالجهل في هذا ونعلمه ونقول له لا يجوز الطواف بالقبور لأنه كيت وكيت وكيت، ونعلمه. إن أصر على ذلك يبقى في هذه الحالة أمره يعني خطير للغاية. في هذه الحالة إن جحد ما يقال له من القرآن والسنة يبقى يكفر خلاص. لذلك يعني المبتدع، السؤال عن المبتدع لابد فيه من هذا، ليه؟ من هذا التفصيل. وبهذا ينتهي يعني درسنا اليوم، ونلتقي في الخميس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.